السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم الفيديو اللي قلت لكم عليه اللي هو تنظيف الأخطبوط. دونك راح نوري لكم الأخطبوط كيش جاي. عندها الرأس تاعه اللي هو يجي فيه هذاك المداد، وعندنا هاد البلاصة هنا في الوسط اللي فيها الأسنان تاعها، وهادو الأرجل تاعها. دونك راح نديرها هنايا في الماء يغلي حتى يتغير اللون تاعه، باش نقدو نحو له هذاك الجلد الفوقانيه او نسلخوه. هنا درت لها الملح ودرت لها البصله وخليته يغلي مده ساعه حتى نشوف اللون تاعها تغير ونقدر نسلخه. دونك هذا هو الشكل تاعه. راح نجيب سكين وراح نبدا نقشر فيه من هذاك الجلد لهذاك اللي تغير اللون تاعه. راح نقشره حتى يولي ابيض، ومن هذوك لي فونتوس تاعو على الارجل تاعه نحوهم. كاين اللي ما ينحوهمش، كاين اللي يخلوهم. دوك كل طبق وش نديرو معاه. دونك انا راح نحي كامل هاد لي فونتوس تاعه ونحي له تاع هاد اللون اللي راه غامق. حاول نوريكم كامل المراحل. دونك انتم تخلوه مده كافيه باش يقد يولي طري، وهذه القشره الفوقانيه تاعه تقدو تفسخوها وتقدو تسلخوها عادي. وهو تاني على حسب الحجم تاعه، اذا كان صغير راح يتفسخ لكم بالخف، واذا كان كبير شويه راح يجيكم شويه صعيب. دونك من الاحسن تخلوه مده كافيه في الغليان باش تتفادوا هذاك اللي يولي لكم عاصي وما يبغيش ينسلخ لكم. دونك هنايا راح نقي كامل الارجل تاعه اللي هما راح نديرو بهم البايلا تاعنا ولا لاصوص تاعنا ولا اي طبق اللي تبغوا تطيبوه فيه. هنا بعد ما نقيته هذا هو الشكل تاعه النهائي. دونك عندي هنايا خضر، عندي طماطيش وعندي بصله زروديه وعندي ثوم وعندي قزبر. هنا ضفت ملعقتين زبده اللي راح نقليهم فيه، وراح نوجد البوبو تاعي راح نخليه يطيب باش يولي لي طري. نضيف لها الخضر بالتدريج، بما انه الخضر كاين اللي يطيب بالخف كاين اللي يطيب طول. انا بديت بالبصل ومن بعديها عندي الجزر بعديها الطماطيش باش يطيبوا لنا. وبعد ما يطيبوا ويحمروا راح نضيفوا المكونات اللي بقات باش نديروا الصلصه تاعنا. هو في العادة يجيب الروز، لكن هذه المرة حاولت ندير واحدة بالصلصة لا بلا صوص. دونك هذا هو الشكل تاعه بعد ما يتقلى مليح مليح مع الخضر. نبدأ ونضيفه في المكونات الأخرى اللي هي ثوم قزبر وطماطم وبعض التوابل تاني. كما تعرفوا دائما نبغي ندير توابل في الاخير باش ما تروحش البنه نتاعها، وثاني باش ما ديرناش عمليه التسريع تاع الطياب، باش الحاجه اللي نكونوا نطيبوا فيها تطيب على خاطرها، ماشي تطيب بلا وقت وتنحرق بلا وقت. نخلو كل حاجه تطيب وحدها. ودفوا كاين اللي ما يعرفوش الاكله تاعهم علاش ما جاتش بنينه، علاش ما جاتش طايبه نورمال، ولا على ما طابتش مليح. وهو كل حاجه لازم نديروها وحدها، لازم نخلو الخضر طيب على خاطرها، نخلو التوابل في وقتهم، ومام الماكي نزيدوه دافي ولا نزيدوه غالي باش ما يخسرناش الكو تاع الطياب. كيما هاد لي طاب
الوغ كي ديروا الماء مع لاصوص ديروه دافي ولا ديروه سخون يعني ما غالي باش ما يخسر لكمش النكهه تاع الطياب وتجي الماكله تاعكم شغل تقساح ولا تبدل اللون تاعها ولا الى غير ذلك. دونك هذه هي الوصفه تاعنا تاع اليوم، هذه النتيجه النهائيه لاصوص بالاخطبوط. ان شاء الله تكون عجبتكم وديتوا فكره، ما بقى نقول لكم تهلاو في رواحكم. تلاقاو في فيديوهات اخرى ان شاء الله، وباي باي.